أهلا بكم. النهاردة هنتكلم عن إزاي تتأكد الـ environment بتاعتك بتاعت configuration manager تفضل healthy optimized. المشكلة الأساسية اللي هتقابلك في الـ configuration manager هي حتة الـ devices. الـ devices عندك ممكن يبقى في replication، ممكن يبقى في devices قديمة، يعني devices محصلهاش login بقالها 45 يوم، devices records موجودة في الـ database بتاعت الـ configuration manager هي باينة لك اللي هي نوت اكتف نوت كلاينت، وانت مش قادر تعملها مانج، مش قادر تعملها ريبورتنج، بس هي ظاهرة عندك قدامك عدد، بس هي في الحقيقة اوريدي اوف لاين، اوريدي فورماتد. فانت عاوز تتأكد دايما الفيو بتاع الديفايسز عندك هو الاب تو ديت. طب ده هنعمله ازاي؟ اول حاجة زي ما شفنا قبل كده في الهيراركي كونفيجريشن، احنا بنعمل ديسكفري ميثود في السيستم ديسكفري. هنتأكد ان احنا محتاجين بس نعمل ديسكفر للأجهزة الأكتيف بشكل معين اللي هي 45 يوم مثلا. تاني حاجة، لو جينا في السايت كونفيجريشن سايت سايت مينتيننس، هتلاقي هنا في delete agent client download history client operation computer association data console connection data date detection data. الحاجات دي كلها انت محتاج تكون عاملها enable زي ما هي واضح هنا، وبتحدد هي ايه ال days اللي انت عاوزها فيها. طيب already، طب مثلا كان عندك جهاز واتفرمت وعاوز اعمل دومين تاني بنفس النيم، ال GUID بتاعه او السيت بتاعه هيختلف. طب الكونفيجريشن مانجر هيقدر يتعامل مع الجهازين دول ازاي؟ هتلاقي هنا في هيراركي سيتنجز كونفليكتنج ريكوردز، هتلاقي اوتوماتيك ريزولف كونفليكتنج ريكوردز. الكونفيجريشن مانجر هيحاول باي اوتوماتيك اللي هو يحل لك المشاكل بتاعت الكونفليكتنج ريكورد او في جهازين بنفس الاسم ظاهرين عندك. تمام. ايه تاني ممكن نعمله بيحسن البرفورمانس بتاع الكونفيجريشن مانجر؟ لو رحت على الدي ان اس سيرفر، فتحت الدي ان اس، هحتاج انيبل السكافيشنج بتاع ستير ريكوردز. اي ريكورد قديم ما حصلوش ابديت في اي دايناميك ريكورد قديم ما حصلوش ابديت لفتره معينه على الدي ان اس، اعمل له ديليت بحيث الكونفيجريشن مانجر ما يجيبوش في الداتا بتاعته. الحكايه دي بتتم ازاي؟ تيجي هنا على سيت سكافنجنج سيت ايجنج سكافنجنج فور اول زون، بتقول له اوكي اي حد ما بيعملش ابديت لنفسه 7 ايام هعمل له ديليت من الدي ان اس، وهتقول له اوكي. طب في ايه تاني ممكن يتعمل؟ برضه من هنا في السايت مينتننس هتلاقي في حاجه اسمها ريبيلد اندكسز. اندكسز ديت الداتا بيز بتستخدم اندكسز بحيث ان هي توصل للكمبيوترز والداتا بتاعتها والكلام ده. في ناس عاملين سكريبتات معينه كده وبتغير البيلد بتاع الاندكسز بحيث ان هو البرفورمانس يكون اسرع. يعني انا بقول لك عليها لو انت حبيت تعملها، ما حبيتش خلاص الدنيا تمام زي ما عندك، ما انتش محتاج تعمل اي حاجه كده. يبقى اخدنا فكره سريعه ازاي تخلي من البرفورمانس بتاع الكونفيجريشن بتاع المانجر بتاعك ان شغال بشكل كويس وما يحصلش عندك كونفليكس في الريكوردز.